السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن جوار مسجد بن عباس في حارة فوق وأقدم عند أقدم محلات الفول اللي هو فول الشاوي. هو الباقي من القدم، يعني كان موجود قبله عدد من الفوالين، سواء المصري سواء الزهيري سواء الله العصيمي سواء بعارمة، هذول القدم ما بقي احد منهم دحين. طبعا في غيره في الطائف، بس من الاقدم الان موجود في الطائف اللي هو فول الشاولي هنا. هذا هنسوي معاه لقاء سريع كذا. يا سلام يا احمد كذا، يا سلام المعلم الكبير، يا سلام يا عيني كان عاوز معلم. مشهور أشهر فوال بالطائف على مدار السنين ما شاء الله تبارك الله، يمتاز بالفول المبخر والقلاب المبخر وعدس مبخر والمعصوب الملكي والعريك الملكي والمعصوب الطائف القديم. انت كم عمرك معاهم؟ انا صار لي 26 سنه اقدم عامل معاهم بالطائف. كله في هذا المحل نفس هذا المحل. نعم، والشاولي يعدي من احلى الناس في الاكل وفي النظافه وفي الجوده. اسمك ايش؟ اخوك سيد مبروك عبد العزيز، مصر الجنسيه، مصر الجنسيه، مصر الحبيبه، محافظه كفر الشيخ. كفر الشيخ زورونا تجدونا ان شاء الله. الله يسعدكم ان شاء الله. لك واهلا وسهلا. كنت اقول في بعدي مشاكل حب وتعدي. الحين مع اقدم مباشر عندهم، اسمك؟ سليمان. سليمان ايش؟ بنغالي. بنغالي من فين؟ سلير. كم سنه لك؟ يمكن 22 23. هذا المحل؟ ايوه. هو احسن مباشر، بسمته حلوه، يجيب الطلب بسرعه، طيب مع الزباين. انت رئيس المباشرين الحين ما شاء الله. أيوة. مدير. الله معك العافيه. سلمك الله. لقيت الحال علي طال ومن جار الصدود والهجر ابعث لك تحياتي. نايم ليلك هنعن ومتهني يا ساحر قلبي يا ساهر على ظني. يا نايم ليلك هنعن ومتهني يا ساحر قلبي. تفضل. كيف حالك؟ طيبين؟ ايش اسمك؟ محمد ياسين. محمد الله يعطيك العافيه. معلم تميس. ايوه. كم سنة هنا؟ كم سنة لك؟ هذا 12 سنة ما شاء الله. معلم الله يعطيك العافية. ايش التميس؟ هذا قميص. بيش؟ عايدي. عايدي. وش كمان عندك؟ رش موية. وش كمان عندك؟ في بيسكوت. ايوه. هذا بيسكوت. ايوه. هذا بيسكوت. ايوه. في بالسمن. في كل سمن نخلط. أيوه. أيوه. الله يعطيكم العافية. يا السائر على ظني تحياتي حياة الروح ونيراني، تحية همسة الأصباح، تحياتي حياة الروح ونيراني، تحية همسة الأصباح معانو روحاني. ومن جار الصدود والأجر أبعث لك تحياتي. كيف الفول الشاوي؟ يعني احسن واحد بالطايف؟ طيب. مع كل طلة فجر، مع كل طلعة بدر، مع كل نسمة مر، مع كل خفض الصدر، مع كل تنهيدة من جار الصدود والأجر أبعث لك تحياتي.